مرحبا، معكم نجيب. شنو الشيء اللي كيجمع بين هذا المصحف اللي اعلنت على جامعه بيرمنغهام الصيف الماضي واللي قدر يكون كتبوا شي صحابي من العصر ديال الرسول؟ هذا الديناصور اللي عنده ريش، وهذه المقاله ديال جدتي الله يرحمها. العلوم بحال الفيزياء ولا علم الاحياء اللي كتقلب في الطبيعه باش تفهم الخبايا ديال الكون وماشي بالضروره باش تلقى تطبيقات ولا تكنولوجيا، كتسمى علوم اساسيه. احد اهم الاسئله اللي اهتمت بها هاد العلوم هي منين نصوب الكون؟ هاد الخشب ولا هاد البراد ديال النحاس الا بقينا كنزوميو فيه وكنفككو فيه حتى وصلنا لاصغر فته اللي يمكن لينا نسميوها نحاس، واش هاد اصغر فته ديال النحاس حتى هي مركبه من شي عناصر اساسيه اللي الا ركبناها مع بعضياتها بشي شكل معين كتعطينا كاع المواد اللي كاينين في الكون؟ الإغريق وحضارات أخرى قديمة بحال الصين والهند قالوا أن الجواب هو نعم. هاد الحضارات قالوا أنه كاين أربعة ديال العناصر هي المكونات الرئيسية ديال الكون ومنها جاي كل شيء: الهواء، الماء، النار، والتراب. واخا من بعد غادي تبين ان العناصر الاربعه خطا، ولكن الفكره ديال ان الكون مكون من عناصر اساسيه غادي تعطي الثمار ديالها. في القرون اللي جاوا من بعد هادشي واحد المجموعه ديال الناس سميتهم الخيميائيون الشيميست انكبوا على الدراسه ديال هذا السؤال. الخيميائيون كانوا كيخلطوا علوم اليونان مع الفلسفه والتنجيم والروحانيات، وكان الهدف الاسمى ديالهم هو يوصلوا لشي طريقه باش يحولوا المعادن الرخيصه بحال الرصاص الى ذهب. ربما اكبر مساهمه ديال الخيميائيين كانت هي الجانب التجريبي والادوات اللي طوروا باش يقوموا بتجارب دقيقه على المواد ديال الطبيعه. قرون من بعد الاغريق وفي الحضاره العربيه الاسلاميه غادي نلقاو الخيمياء مازال موجوده، رغم المعارضه الشديده ديال العلماء بحال الكندي ولا اخوان الصفا لامكانيه تحويل المعادن الرخيصه الى ذهب. كنلقاو كذلك العناصر الاربعه ديال اليونان: الهواء، الماء، والنار، والتراب. ولكن واحد الفكره جديده غادي تنبثق في الحضاره العربيه الاسلاميه واللي غادي تحدث واحد التاثير عميق ماشي غير في الكيمياء ولكن في جميع العلوم. هذه الفكره واللي ربما هي اهم فكره توصلت لها البشريه في جميع الازمنه كتوريك ماشي الجواب على السؤال ولكن كتعلمك كيفاش تقلب على الجواب. هذه الفكره كنعرفوها اليوم باسم المنهج العلمي. عندي هنا واحد النسخه ديال المخطوط ديال كتاب الخواص ديال جابر بن حيان القرن الثامن الميلادي. اجيو نشوفوا واحد السيد كان عنده الحياه والرزه شنو كان كيقول في هذاك الوقت. ويجب ان تعلم اننا نذكر في هذه الكتب من الخواص ما رايناه فقط لا ما سمعناه او قيل لنا او قراناه. يعني انك تمارس الشك العلمي وتيقن الحاجه من نفسك وما تيقش اي حاجه سمعتها. بعد ان امتحناه وجربناه فما صح اوردناه وما بطل رفضناه. يعني التجربه هي اللي كتحكم على الحاجه وتكون مستعد ترفض الحاجه الا خلفت التجربه شكون ما كان اللي قالها. وما استخرجناه نحن ايضا قايسناه على اقوال هؤلاء القوم. يعني تقارن ديما النتائج ديالك مع الناس اللي داروا تجارب مشابهه. الشك، التجربه، المقارنه ديال النتائج، ثلاثه ديال الاسس ديال العلم الحديث موجودين هنا في كتاب ديال الحضاره العربيه الاسلاميه القديمه هذه اكثر من 1000 سنه. هاد الاعمال ديال جابر بن حيان وابن الهيثم واخرون غادي يمكنوا من الفصل بشويه بشويه بين المعارف اللي كتكتسب بهذا المنهج العلمي واللي غادي تولي كتسمى من بعد في اوروبا سيونس ولا علوم طبيعه بحال الكيمياء ولا الفيزياء، وبين المعارف الاخرى اللي ما كتقيدش بهذا المنهج بحال مثلا الخيمياء ولا التنجيم. هاد التمييز بين ما هو علمي وبين ما هو غير علمي، هاد الحس النقدي بالذات، هاد الابتعاد عن الدغمائية، وهاد الفكر المتحرر اللي كيخضع فقط لسلطة التجربة وماشي للسلطة ديال الأشخاص هو اللي غادي يعطي الانطلاقة فيما بعد المجموعة من المعارف غادي تغير العالم اللي كنعيشو فيه. هاد المعارف غادي يجعلوا عدد السنوات اللي كيعيش الإنسان في المعدل يدوز من 35 سنة ل 70 سنة بفضل اللقاحات والأدوية، عمليات جراحية كتعيد السمع ولا البصر ولا الأطراف للناس اللي فقدوهم. هاد المعارف غادي يمكنونا من الرجوع للماضي وإعادة تكوين شنطرة الأرض والكون في الأزمنة البائدة والتنبؤ بدقة بالأمور اللي جاية في المستقبل. في الجزء القادم غادي نشوفوا كيفاش هاد الطريقة ديال التفكير غادي تأدي لثورة في المعرفة ديالنا على مناش مصوب الكون، وغادي نعرفوا العلاقة بين المصحف والديناصور والمقالة.
إلا كانت عندكم ديجا فكرة على شنو يمكن تكون هذه العلاقة، التحقوا بنا في النقاش على هذه الصفحة ديال الفيسبوك، وبسلامة.